السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل اعاده تدوير للفوم وبواقي الفوم اذا كان عادي او جليتر. هنعمل منه افكار كتير حلوه. الفازه دي برضو احنا عاملينها مع بعض وموجوده على القناه، سيبها لكم في صندوق الوصف عشان اللي حابب يشوفها ويعرف احنا عملناها ازاي. اول حاجه انا هستخدم هنا الفوم ده، فوم كامل، بس انتي طبعا تقدري تستخدمي بواقي فوم. هبتدي اقص كده الورقه بالطول. انا هسيب العرض بتاعها يبقى حوالي 2 سنتي او 2.5 سنتي، المهم هو مش بالمقاس يعني. المهم ان انتي لما تقصي ورقه هتقصي الباقي نفس المقاس، يعني لو قصيتي 1.5 سنتي يبقى كله نفس المقاس. هبتدي كده اجيب الورقه بالعرض وهبتدي اعمل زي شرط مش هوصل فيها للداخل، تمام؟ بالشكل ده هعمل اكتر من واحده وطبعا يكون اللون واحد، تمام؟ بالشكل ده كده. وهبتدي بعد كده اعمل احط نقطة من الشمع، وبعد كده هلفها شوية بشوية وبرضه احط نقطة شمع وهكمل باقي لف الورقة. طبعا انا بحط على الجزء اللي انا مش قصاه. وهجيب الورقة التانية بتاعت الفوم وبرضه هبتدي اثبتها فيه، عشان كده قلت لكم احنا ممكن نستخدم بواقي فوم مش شرط تبقى الورقة كاملة. وهبتدي اثبت فيها كده الشمع لحد ما تكمل معايا تبقى بالشكل ده. هستخدم عود من عيدان الشيش وبعد كده هستخدم ساتان اخضر وهبتدي الفه كده على عود الشيش، وكل ما الف شويه هحط نقطه من الشمع عشان يثبت معايا الساتان وما يفكش مني. انا عملت معاكم كمان فكره من الديكور من الفوم، عملنا ديكور حلو قوي بطريقه سهله للي برده مش محترف ولا قص ولا بيعرف يرسم. عملنا شكل حلو، هسيب لكم الفيديو دوت في صندوق الوصف اللي حابب يشوفه، تمام؟ هبتدي بقى استخدم ورقه كده من الورق بتاع الفوم الاخضر وهبتدي اعمل زي فروع شجر كده، بس هحط الورده في النص على اساس تبقى مظبوطه معايا وهبتدي افرغها بالشكل ده. بس كده هروح بقى مدخله فيها عود الشيش اللي انا عملته وبعد كده هثبت عليه الورده. انا هنا ثبت الورده الاول كمان عشان تبقى مظبوطه معايا، وهيجي عندي التنايات بتاعه فروع الشجر وهبتدي اثبتها كده في الجنابه. هحط نقطتين شمع وهبتدي اثبت الفروع الاخضر دي اللي انا عملتها، هثبتها شويه الاول عشان تبقى شكلها حلو، وبعد كده طبعا هبين شكل الفروع بتاع الشجر. كده بانت شكل الوردة اكتر. هثبت بقى كده هنا عود الشيش، هحط نقطة من الشمع وهثبته في نص الوردة، هيثبت معايا بمنتهى السهولة بالشكل ده. وعملت كمان واحدة منها من اللون الموف، ودول اشكال برضو من الورود، هنشوفها مع بعض ازاي عملناها بفكرة بسيطة. وكل دوت معمول من بواقي فوم. طبعا نقدر نعمل الفازة بايدينا وشكل الورد باشكال مختلفة، وعملنا بازه ببلاش من حاجات بتبقى موجوده عندنا وبنرميها. تمام، ادي شكل الورد، حلو جدا وبسيط وينفع كمان مشروع مربح. تاني فكرة معانا نقدر نعملها من ورق الفوم، هنشوف ازاي الورد اللي احنا كنا عاملينه دلوقتي بشكل مختلف اللي هو ظهر معانا في الفازة ازاي عملناه. اول حاجة انا هستخدم هنا بواقي فوم وهاخد من العرض كده 4 سنتي وهبتدي اتني الورقة كده بالطول عشان تطلع معايا مقاسها مظبوط، وهبتدي اقصها كده وهتنيها تانية كمان، هتني بقى على الجزء اللي هو السادة وخلي الجزء اللي هو فيه لمعة او فيه جليتر ده اللي بره، وهبتدي اثبتها كده، اثبت الطرفين ببعض بالشمع وهثبتهم كويس، وهبتدي اعمل زي شرط بس مش هوصل للاخر. دي شكل مختلف عن اللي احنا عملناه في الاول. وهبتدي برضو استخدم عيدان الشيش، هستخدمها زي ما هي كاملة، ممكن البديل بتاع عيدان الشيش، شايفين ده سلك ربط كده بالشكل ده او سلك كهرباء قديم عندك برضو تقدري تعملي عليه نفس الفكرة. انا هستخدم هنا عيدان الشيش عشان اللي مش عنده السلك اللي هو الكهرباء ده، وهنبدأ برضو نزين عيدان الشيش بنفس الطريقة ان احنا هنستخدم الستان الاخضر لان هو بيبقى اقرب شكل او اقرب لون عندك لشكل الوردة الحقيقي. وهبتدي الفه كده بالشكل ده وهثبت نقطة برضو من الشمع
وهبدا الف الستان تاني لحد ما اغلف عود الشيش كله معايا، يعني يبقى مظبوط يبقى كله متغلف. بالشكل ده كده، وهبتدي بقى اجيب الجزء اللي انا عملته من الفوم وهبتدي الف كده الجزء اللي فوق، برضو هثبته كويس بالشمع، هحط شمع على باقي الفوم عندي، وهجيبه ميلة شوية، يعني هعمله بزاوية بالطريقة دي، هيبدأ يدي شكل معايا حلو قوي كأني عاملة شكل ورد من اللي بيتباع. طبعا الورد اللي بيتباع اللي هو الورد الصناعي دلوقتي غالي جدا، ان شاء الله هعمل معاكم افكار تانية من الورد، احنا بس النهاردة بنتكلم عن الفوم وجماله وازاي نطلع منه اشكال حلوة جدا ونعمل الورد دوت بايدينا. انا عملت معاكم برضو افكار من الورد بس بورق مختلف شوية، هسيبها لكم في صندوق الوصف. هبتدي برضو اجيب ستانة كده بسيطة وهعمل فيونكة بشكل بسيط، وهبتدي اثبتها كده على الجزء اللي من تحت بتاع الفوم. هستخدم برضو خرز صغيرة، نزين بقى زي ما احنا عايزين، حابة تحطي خرز من دوت توزعيه كده على شكل الوردة براحتك خالص، ونقدر طبعا زي ما اتفقنا نستخدم سلك الربط، ده بيبقى شكله حلو لو عملنا عليه ورد من الورد الكبير. هبتدي اعمل برضو بواحدة تانية من اللي هي الفوم، بس الفوم اللي هو ظهره فيه لزق، وهبتدي اعمل نفس الشكل. وعلى فكرة انتي ممكن لو عندك قطع صغيرة من الفوم تقدري تعمليها وتلزقيهم في بعض لحد ما تعملي نفس شكل الوردة بالطريقة دي. تمام، ما خدتش وقت نهائي وعملنا اكتر من شكل زي ما احنا شايفين كده الالوان اللي هي المختلفة بتاعة الفوم. وعلى فكرة مش كلهم معمولين بفوم كامل، اغلبهم معمول ببواقي فوم. وشكلت برضو في الفيونكة، عملت منها اخضر وعملت منها ابيض. تالت فكرة هستخدم فيها ورقة فوم، هستخدم فيها ورقة من الفوم كاملة، ممكن تستخدمي السادة او الجليتر. الورقة بتاعت الفوم هي الطول بتاعها 20 سنتي، هاجي عند الجزء اللي في النص ده هخليه 10 سنتي، والجنب ده هسيب 5 سنتي، والجنب التاني 5 سنتي. انا طبعا بتنيها كده قدامكم بايدي، وهبتدي اجيب الجزء اللي من تحت هتنيه لفوق، وهاجي بقى هعلم بالشكل ده من الجنبين، هخلي الجزء اللي تحت اقل شوية من اللي فوق، وهبتدي عند العلامات اللي انا عملتها من الجنبين هقصها كده. تمام، باينة اكتر، هنركز بس في الخطوات وهتطلع معانا مظبوطة وشكلها حلو كده. انا قسمت الورقة نصين على بعض، وهبتدي اعمل زي نص دايرة كده لفوق، وهقف، وبعد كده برضو هعمل نص دايرة، وتاني هعمل نص دايرة كمان لحد ما تدي معايا الشكل الحلو ده من فوق. تمام، هتبقى كده هرجع تاني اتني التانية اللي انا ثنيتها اللي هي سبت من الجنبين 5 سنتي و5 سنتي، انا بس بحدد التانيات اللي هبقى ماشية عليها. تمام، بالشكل ده كده اهو وكده. وبعد كده انا هستخدم الوان من الوان الفوم نفس اللون اللي هو البينك، بس هستخدم الجليتر عشان يبقى شكله باين كمان معانا. هاجي كده عند النص، وهبتدي احط نقطتين من الشمع على الجنبين الجزئين اللي انا ثنياهم، وهبتدي برضو اثبت عليهم الفوم. حطيت شمع وشلت الورق عشان يثبت معايا اكتر كمان. هاخد واحدة من فوق كده اثبتها على الجزء اللي من فوق، والجزء التاني برضو هيبقى هعمله لتحت. هنلاحظ بس الخطوات وان شاء الله هتبقى سهلة معايا. انا تانيت واحدة كده، واحدة تانية الجزء التاني اللي هو لجوه، وده طبعا عند نص الورقة هنبقى ظابطين ايدينا وتطلع معانا مظبوطة. تمام، وهبتدي احط كده كمية شمع وهثبتهم الجزئين دول على بعض. هستخدم بقى بواقي فوم من اللون الابيض، وهبتدي اعمل بيه زي اشكال كده على المحفظة من بره. اي شكل بقى انت عايزة تعمليه تقدري تعمليه، انا هعمل زي كده ايه اشكال بالجنب، ودي كلها بواقي فوم. دي طريقة سهلة لعمل محفظة، وكمان تبقى متقسمة بشكل حلو من جوه. هبتدي استخدم الاسكوتش وهثبته كده على الجزء اللي من فوق. تمام، بالشكل ده
هنحدد بس القفلة تبقى مظبوطة ازاي، وبرضو هثبت الجزء التاني. هستخدم بقى جزء من الفوم برضو الابيض، وهبتدي اعمل فيونكة بشكل بسيط. هتنيها كده نصين، وهيجي من عند الطرف وهسويها، هبتدي اتنيها نصين ده على الظهر، وهحط نقطة من الشام، هتني كده تانية لقدام، وبرضو هحط نقطة من الشام على قدام، وبرضو الجزء التاني او الجنب التاني برضو هحط نقطة، لحد ما تبقى معايا بالشكل ده الفيونكة. هجيب بقى جزء من الفوم اللي هو البمبة اللي احنا استخدمناه، وهحطها في نص الفيونكة، وجزء كمان كده يبقى مدي شكل حلو كمان من اللي هو الجليتر. هبتدي اثبتها كده على الجزء اللي من فوق بتاع المحفظة، بقت محفظة بناتي بشكل حلو. ممكن نعملها برضو للأولاد يعني، بس هنغير اللون وبلاش نحط فيونكة، ممكن نحط أي شكل عندنا ونقدر نعمله، ونخليه برضو في نص المحفظة، هتبقى مثلا باللون اللي هو الأزرق أو الأخضر، ونخليها للولاد. وبرضو لو عندنا باقي فوم نقدر نعمل بيها شكل كده لوردة حلوة جدا، وكمان نقدر نزين بيها بأفكار حلوة. هبتدي استخدم كده ورقة من الفوم الجليتر، وهستخدم اي غطاء، اي غطاء بأي حجم انت عايزاه. انا هستخدم هنا غطاء بتاع برطمان صلصة، وهبتدي اعمل دوائر بالشكل ده، هعمل اكتر من واحدة. وهبتدي طبعا افرغهم، كده هقص اكتر من واحدة برضو منها، وهبتدي اتنيها بالشكل ده، وهبتدي اقص بقى الدايرة اللي عندي هقصها نصين كده. قصيت اكتر من واحدة، هبتدي بقى اخد نص الدايرة اللي عندي، هحط نقطة من الشمع ده بعد ما اتنيها على الجزء اللي هو الجليتر اللي من جوه، هحط نقطة صغيرة، وبعد كده هتنيها على قدام من الجنبين، وهحط برضو نقطة من هنا ونقطة من هنا من الشمع. خلاص هعمل بقى الاجزاء اللي هي نصوص الدايره اللي عندي كلهم بنفس الطريقه، وهبتدي اثبتهم جنب بعض برضو بالشمع، بحط نقطه شمع كويسه. المهم ان انا هثبت ايدي شويه على الجزء اللي انا بحط عليه الشمع عشان ينشف معايا ويمسك معايا يبقى كويس. كده انا بثبتهم كلهم جنب بعض بنفس الشكل كده. استخدمت 6 من انصاص الدايرة، يعني 3 دوائر بس. هستخدم فص كده يكون شكله حلو، واحطه في نص الفيونكة او الوردة اللي احنا عملناها. هستخدم برضو دايرة صغيرة كده من الفوم، واحطها على الجزء اللي في الظهر. بقى ده شكل الفيونكة. هي كانت فيونكة؟ لا، كانت وردة. شكل الورد. تمام، هنيجي لاخر فكرة. هستخدم هنا ورق برضو من ورق الفوم، وهستخدم غطا علبة سمنة صغيرة، وهبتدي اعمل دايرة. هيسهل معايا اوي الحاجات اللي هي الغطيان ديت، بتطلع معايا الدوائر والاشكال اللي انا بعملها بشكل مظبوط. وهبتدي كده اقصها تمام بالشكل ده. فكرة الفيديو النهاردة فهي فكرة مشروع مربح. طبعا الفوم شغله حلو، وكمان في ناس بتطلبه بتعمل منه اشكال كتير جميلة. هبتدي كده اجي عند الدايرة، هتنيها نصين على قدام، وهاجي عند الجزء اللي هو من على الحرف بتاع الدايرة، وهعمل زي شكل زجزاج كده بسيط. تمام، هتبقى بالشكل ده. وبعد كده هبتدي استخدم جزء كده من الفوم الابيض، وهعمل زي دوائر صغيرة، وهبتدي برضو افرغها تمام بالشكل ده. بس كده هعمل منها اكتر من واحدة بنفس الطريقة، وطبعا هتبقى كلها نفس المقاس. وهبتدي اثبتهم بقى بنقطة شمع كده من على الحرف، هكملهم كلهم بنفس الشكل. بقى ده كوستر للمج، طبعا ما ينفعش نحط عليه حاجة سخنة، وما ينفعش نحط نجيب عليه مية عشان ما يبصي، لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. تمام، انا طبعا عايزه اعمل شكل تاني مختلف، عايزه اعمل شكل التفاحه. هبتدي افرغها الاول على الورق بتاع الزبده، هرسم الشكل ده، كانت اهي التفاحه مرسومه في كتاب قديم، وهبتدي اعمل نفس الشكل. انا عشان عارفه مثلا ارسم او اتحكم في الموضوع ده، فانا هعمل شكل التفاحه كبير شويه،
لو انت مش عارفة تعملي ده هنصور الصورة ونطبعها في مكتبة ونبدأ نفرغ الشكل اللي احنا عايزينه ونطبقه على الفوم. والطريقة دي كانت موجودة طبعا في الديكور اللي عملناه في الحيطة، وقلت لكم الطريقة دي سهلة جدا ونقدر نعملها بمنتهى السهولة. انا كده برضو عملت جزء من الاخضر عشان يكون شكل الجزء اللي هو بيكون في التفاحة من فوق، وهبتدي اثبته كده في الظهر وبقى كوستر تاني على شكل تفاحة، شكله جميل جدا. ده كده كان فيديو النهاردة، اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. سلام عليكم.